نهاركم سعيد من جديد. دلوقتي هنتابع معاكم ماتش كتب عناوين صحافة الأحد 16 مارس 2014. يقرأ معانا صحافة اليوم الكاتب الصحفي الأستاذ إيهاب الحضري. نهارك سعيد يا أستاذ. نهارك سعيد، أهلا وسهلا بيك. اسمح لنا في البداية نستعرض عناوين ومنشطات الصحف، وأول خبر معانا من المصري اليوم وبيقول الإرهاب يقتل 6 جنود متوضئين ومصرع قائد بيت المقدس. من الشروق اجتماع طارئ للحكومة لمواجهة الضربات الإرهابية المتكررة. من المصري اليوم مرة أخرى ألمانيا توقف شحنة أسلحة متجهة لمصر والقاهرة تطالب الإفراج عنها. من الأخبار الإفراج عن 60 مصري محتجز في طرابلس بليبيا. من الوطن بدء الهجوم ضد صباحي بلاغات تتهمه بالتحريض ضد النشطاء. وخبر آخر من الوطن 75% نسبة إضراب أعضاء المهن الطبية بالمستشفيات الحكومية خلال الأسبوع الثاني. من المصري اليوم هالة شكرالله تتسلم رئاسة الدستور والبردعي في رسالة بيقول الثورة ستنجح. من الوطن اعتراض الأزهر لم يمنع وصول نوح إلى الجماهير فيلم نوح. من الأخبار آخر خبر معانا الفحم يشعل أزمة بين وزارتين. نهارك سعيد مرة تانية للصحفي الأستاذ إيهاب الحضري. وأول خبر معانا من المصري اليوم أكيد طبعا بيتكلم عن حادث الإرهابي بالأمس اللي صحينا عليه امبارح. هو يعني حادثين مرتبطين ببعض نوعا ما، يعني اللي هو فكرة الحدث الإرهابي اللي احنا صحينا كلنا عليه امبارح، اللي هو قتل أو اغتيال، طبعا المفروض ان هم استشهاد كمان 6 من الشرطة العسكرية. والخبر الثاني المرتبط به مصرع قائد بيت المقدس في سيناء. الحوادث مستمرة وواضح تماما ان في خلل او في تهاون محدش يقدر ينكره. صحيح المفاجأة وعنصر المفاجأة محدش يقدر برضو يتعامل معاه على اعتبار ان هو مش موجود، انما احنا في حالة حرب مع الارهاب وبالتالي فما فيش تهاون. والوقائع لو عملنا مراجعات اللي بيحصل في الشرطة او في الشرطة تحديدا على مستوى المحافظات هتلاقي فيه برضو بعض التهاون. صحيح الحادث بتاع امبارح كان ضد الجيش، تفاصيله بقى تفاصيله لا تفاصيله اكيد الناس كلها تابعوه، اللي هي فكرة اغتيال الستة من مجندي الشرطة العسكرية. اللي ظهر لا هو باختصار شديد، انا يعني كلنا عارفين تفاصيل الحادث، اللي هو ان في كانوا هم صلوا الفجر وقاعدين في النقطة بتاعتهم، فدخل عليهم المسلحين اللي هم كانوا 3 ورابعهم يصور زي ما بعض الجرائد قالت بيصور العملية تمام. وبعدين ضربوا اطلاق نار كثيف، وبعدين مش بس اكتفوا بكده، ده حطوا قنابل بحيث ان القوات لما بتيجي قوات الامن لما بتيجي تشوف الموضوع بتروح متفجره القنابل تاني بحيث انها توقع اكبر عدد من الضحايا. هي دي التفاصيل باختصار، واعتقد اي تفاصيل هتقولها الجرايد النهارده الناس تابعتها، المهتمين والناس كتير جدا تابعوها في خلال امبارح من التلفزيونات. طبعا المقابل بتاعها برضو بيت المقدس الاعلامي، يعني هو البيان الاول بتاع المتحدث العسكري حمل جماعه الاخوان. طب هو ده مش سابق لاوانه يعني؟ يعني هو طبعا في حاجات معينه المفروض يبقى فيها بعض الدقه. يمكن هم عندهم معلومات، بس لو عندهم معلومات بالسرعه دي طب ما ليه ما تمنعش الحادث؟ يعني انا مش عايز اعقب كتير على حاجات من النوعيه دي، بس لابد من بعض المنطق في مخاطبه الراي العام، لان التصريح اذا لم يكن دقيق ممكن يجيب نتيجه عكسيه في المصرع قائد بيت المقدس. احنا قدام روايتين، الروايه الاولانيه الروايه الرسميه بتقول ان هو تم قتله في عمليات للجيش، وبيت المقدس أصدر بيان نعى فيه توفيق فريج اللي هو ملقب بأبي عبد الله، وقال إن هو ما الجيش ما مقتلوش، بالعكس ده هو اللي حصل، إن هو كان شايل قنبلة حرارية فانفجرت فيه، في الحالتين ذهب مع الريح. وبس واضح طبعا جنسيته إيه؟ لا حسب المعلومات هو مصري، توفيق فريج تمام. هو احد المؤسسين الاساسيين في او لتنظيم بيت المقدس، ووزاره الداخليه طبعا متبنيه التصريحات الرسميه اللي هي فكره ان هو تم قتله في عمليات عسكريه للجيش،
وبالتالي فوزير الداخلية أدلى بتصريحات قال فيها إن العملية بتاعت اغتيال الجنود الستة تعتبر أول رد فعل سريع لبيت المقدس على مقتل توفيق فريج. طبعا توفيق فريج أساسا حتى في البيان بتاع بيت المقدس قالوا إن هم واحد من المهمين جدا وصاحب بصمة في عمليات سيناء وصاحب فكرة تفجير خطوط الأنابيب بتاعت الغاز. وقيل ان هو وراء عملية اغتيال وزير الداخلية، محاولة اغتيال وزير الداخلية. تمام تمام. طب احنا معانا خبر عن اضراب الاطباء، 75% نسبة اضراب اعضاء المهن الطبية بالمستشفيات الحكومية خلال الاسبوع الثاني، ده الاسبوع الثاني من الاضراب. هل المداخلة موجودة معانا يا جماعة؟ طب نعلق على الخبر لحد ما يتضح. لا هو في كل الاحوال احنا قدام نوعيتين من الارقام بصفه، يعني احنا قدام تضارب في الارقام. لجنه الاضراب اللي هي تابعه للنقابه الارقام بتاعتها بتبقى عاليه مقابل الارقام التي تصدرها وزاره الصحه بتبقى منخفضه وتفاوت بتاعت الاضراب. طب احنا معانا دكتور منى مينا على التليفون، هنحسم الامر. دكتور منى مينا امين عام نقابه الاطباء العامه. نهارك سعيد يا دكتور منى. صباح الخير، اهلا بحضرتك. وعود احمد. اهلا بيكي. اهلا بيكي دكتور منى. عايزين نعرف نسبه الاضراب الحقيقيه، لان في تضارب حول النسبه، وازاي بتقدروا تعملوا يعني الاضراب وفي نفس الوقت لا تضروا بمصالح المواطنين. نسبه الاضراب انا هترك الكلام فيها للجنه الاضراب اللي هي شكلت من الجمعيه العموميه. عموما النسبة بتتحسب ان احنا بنتصل بمندوبنا في النقابات الفرعية واحد واحد، يعني بنبتدي كده من القاهرة اللي هي بتاخد اكتر وقت في تتابعها لانها طبعا محافظة كبيرة، الجيزة، اسكندرية ولحد اسوان. فالحقيقة النسبة بتتحسب بتأني وبجهد رهيب جدا، بس اترك الكلام على تفاصيلها وصلت لكام وكان في كل محافظه لاي من الزملاء في لجنه الاضراب علشان يبقى الكلام دقيق. لكن الحقيقه يهمني ان انا اكد، لان لحد من ثلاث ايام كان في كلام وصلني من احد المرضى ان كان والده تعبان ومش قادر يوديه مستشفى علشان في اضراب، او هذه هي الفكره اللي عنده. فالحقيقه انا نفسي اوصل للناس الفكره اللي انا كنت متخيله انها بقت واضحه خلاص وكل الناس عارفاها، ان الاضراب بتاعنا مش بيعطل العمل في المستشفيات، واللي عنده اي حد تعبان في اي حاله طارئه ياخده يروح المستشفى، واحنا ملزمين بتقديم الخدمه الصحيه الكامله ليه على الفور. يعني حد لا قدر الله محتاج عنايه مركزه، حد في حاله مغص، في كسر، في نزيف، في يعني كل الحالات الطارئه بكل انواعها، حد عنده سخونيه، عنده حراره لاي سبب. يعني اضراب جزئي يا دكتور منى. اضراب جزئي بالظبط. الاضراب اضراب جزئي. اضراب الاطباء ابتدى كده هو وطول عمره هيفضل كده هو، وخطوات التصعيد مش هيكون فيها عمره ان شاء الله، ان الاستقبالات او العنايات او كل ما يقدم خدمه عاجله وحرجه يتقفل، فالناس تطمن لده تماما، واللي تعبان يا جماعه يروح المستشفى. هي بس يا دكتور منى كان بيتردد في بعض الصحف ان نسبه الاضراب بتزيد عن المفروض المرتبط بقرارات النقابه، يعني كان في وصلت ل 88% طبقا لبعض الصحف، فهل ده بالاتفاق مع النقابه ولا في ناس بتضرب مع نفسها؟ لا بالاتفاق مع النقابه طبعا. نسبه الاضراب احنا عايزينها 100%، جزئي مش معناها ان هي نسبتها ضعيفه. جزئي من يعني النسبه دي احنا بنحسبها بالنسبه للمستهدف اللي هو الحالات اللي احنا بنسميها كولد كيسز او حالات غير عاجله، هي دي الحالات المستهدفه ودي احنا عايزين نسبه الاضراب فيها 100%. فما فيش حاجه اسمها بتزيد عن اللي النقابه عايزاه. احنا اللي بنقول عليه ان هو خارج الاضراب وعمره ما هيبقى في الاضراب هو الاستقبالات او الحالات الحرجه والحالات دي الطريقة. لو في اي شكوى فيها تخص ان يلاقوا مستشفى فيها قافله الاستقبال او الطوارئ او نتبلغ فورا. طب حاجه سؤال تاني الحقيقه. اتفضل. حاجه تانية الحقيقه قلقانه جدا في اخر فتره ان في اعتداء من بعض البلطجيه، يبدو ان اعتداءات ممنهجه على بعض المستشفيات. شفنا ده في مستشفى امبابه، شفناه في مستشفى اجا، شفناه امبارح في مستشفى الجلديه في بنها، في مستشفى سمنود. الكلام ده طبعا غير مقبول، ده ما بيبقاش احتكاك
زي الاحتكاكات اللي ممكن تبقى عادية، حد عايز خدمة لقي الخدمة مناسبة، اتعامل بخشونة، الموضوع اتطور لخناقة، لا اتبقات من بلطجية، من البلطجية المعروفين ده من ايام من وقت الثورة، والموضوع لم يحسم يا دكتور منى. موضوع الاعتداءات من زمان موجود، ولكن دلوقتي اعتداءات ممنهجة وتهديد ضد الاضراب. فالحقيقة ان الظاهرة دي من جهة قلقانة، من جهة تانية احنا شايفين ان لا يصح ان يبقى في كتير في مواجهة الاضراب بحاجات من هذه القبيل بدلا من حل المشاكل. الاضراب ده عشان مشاكل حقيقية كبيرة موجودة في المنظومة الصحية. طب سؤال أخير يا دكتور منى بعد إذن حضرتك، هل تقابلتوا مع الوزير الجديد للصحة ولا لم يجري هذه المقابلة حتى الآن تجري؟ النقابة قابلت الوزير الجديد بعد يوم واحد من توليه، راحت بركت له وقدمت بعض المطالب العاجلة. لجنة الإضراب بتقابل الوزير، لجنة الإضراب هي لجنة منتخبة من الجمعية العمومية لإدارة الإضراب والتفاوض حوله، قبل الوزير عديدا من المقابلات وفي تفاهم وفي كلام حوالين ايه اللي ممكن يحصل. واحنا منتظرين النتيجه النهائيه. الشيء بس اللي احب اني انبه له ان احنا محتاجين عربون ثقه. حتى اليوم اذا كان في كلام بيبدو كلام ظريف ومتفهم من سياده وزير الصحه، دي حاجه جميله، ولكن لا يصح ان في نفس الوقت اللي في كلام يبدو متفاهم وبيحاول يوصل لحل يبقى في اعتداءات من البلطجيه على الاطباء المضربين في المستشفيات. يعني ده كلام الحقيقي، يعني التناقض هنا بيخلي ثقتنا مش عاليه. واللي احنا محتاجين له، لو احنا عارفين ان مش كل الطلبات اللي بنطلبها ممكن تتحل بعصا سحريه، اللي احنا محتاجين له هي الثقه. هي التعاون الجدي اللي يخلينا نثق ان احنا متجهين لحل ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا دكتور منى مينا، امين عام نقابه الاطباء العامه، وبتمنى تكون الحكومة الجديدة عندها الذكاء الكافي انها تتعامل مع مطالب الناس ومطالب الأطباء ومطالب فئات المجتمع المختلفة بذكاء وحكمة، ولأن دول دينامو الحياة في مصر الحقيقة. يعني ربنا يسهل، هي الحكومة ما اتغيرتش كتير يعني على كل حال. يعني طب هو وزير الصحة هو الجديد، الوزير الصحة الجديد، ما نشوف هل هو أكثر حكمة ولا إيه بقى. نرجع لأخبارنا مرة تانية، وكنا بنتكلم عن الأحداث الإرهابية امبارح، وكمان كان في اجتماع طارئ للحكومة لمواجهة الضربات الإرهابية المتكررة، وده كان قيل انه كان بسبب استقال، يعني انه المشير السيسي هيعلن استقالته في هذا الاجتماع، وطلع المتحدث العسكري يعني كذب هذا الخبر. لكن الاجتماع ده كما اعلن في الصحف ايه كان سببه؟ الاجتماع سببه الحادث بتاع امبارح وتكرار الحوادث الإرهابية في الفترة الأخيرة، بس هو ما كانش حتى موضوع على خطة مجلس الوزراء، وتم الدعوة ليه فجأة الساعة 6 مساء أمس، وتم الوزراء كلهم راحوا مبنى هيئة الاستثمار، وتم اجتماع، بس كان قبليه كمان اجتماع يعني مصغر ما بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية لبحث تداعيات الموقف، واتخذ بعض القرارات اللي هو فكرة ان اتخاذ إجراءات رادعة، وفي نفس الوقت تفعيل ان النوعية دي من الجرائم سيتم القضاء العسكري هو اللي هيتولى محاكمة مرتكبيها. يعني هي دي الحاجات باختصار، وفي الاخر كده في مناجدة للعمال ان اللي ليهم مطالب فئوية يعني يا ريت تأجلوها دلوقتي. باختصار شديد ما يعني انا تقييم الاجتماع ان ما فيش فيه جديد حسب المنشور في الصحف، يعني اذا كنا بنتكلم اهو القضاء العسكري ده بحكم الدستور يعني عادي، ده دول عساكر في الخدمة او ضباط في الخدمة لو في حادث تاني تم الاعتداء عليهم، على طول المحاكم العسكريه اللي بتتولى هذا الموضوع. فده باختصار اللي حصل. احنا لفت نظرنا الحقيقه خبر كان نشر في جريده ديرش بيجي الالمانيه اعتقد، الخاص بيه ان المانيا وقفت شحنه للاسلحه المفروض قادمه لمصر. هل ايه تفاصيله؟ لا تفاصيله برضه حسب مجله ديرش بيجل، اللي هي فكره ان كان في شحنه موجوده في ميناء هامبورغ الالماني وتم الاشتباه فيها. انا مش فاهم يعني ايه تم الاشتباه يعني فيها، دي غريبه شويه. هل هي كانت مهربه يعني دي كانت مهربه فيها اسلحه بولنديه كانت جايه لمصر طبعا. في بعد 30/6 الاتحاد الاوروبي كان خد قرار بمنع تصدير الاسلحه الى مصر،
خوفا من ان الاسلحه دي لما تيجي للجيش او الشرطه بيتم استخدامها ضد المتظاهرين. في محاولات دلوقتي من السفاره ومحاولات مكثفه، السفاره المصريه في المانيا في برلين، انها تبتدي يعني دي مش شحنه المانيه، لا هي الشحنه ضبطت في ميناء الماني، انما شحنه الاسلحه بولنديه حسب يعني مش المانيا، يعني فاكر ان ده اتفاق حكومات لا بين مصر لا وألمانيا. طالما السفاره تدخلت يبقى فيها حاجه رسميه. الحكايه باختصار شديد عايزه توضيح من هنا طبعا. يعني هي احنا كل الاعتماد في جورنالين ثلاثه او كتبوها هنا في القاهره، فالعمليه نقلا طبعا عن ديرش بيجل. المفروض ان احنا يكون عندنا بيان رسمي يوضح ايه طبيعه الحكايه دي. هو في عقوبات بتوقع على مصر واحنا مش عارفين؟ لا، ما هي دي في حاجات معينه بالاتحاد الاوروبي وبعض الدول لما حصل 30 يونيو ابتدوا ياخدوا تجميد بعض الحاجات زي ما امريكا عملت في بعض الاشياء زي المعونات العسكريه والكلام ده والطائرات تمام. فهو فدي الشحنه دي يعني في اطار او تم ضبطها في اطار حظر تصدير الاسلحه الى مصر. في كان خبر انا مش الحقيقه غير متحققه منه، انا هسال حضرتك اذا كان عندك فكره عنه، ان في 27 دوله من دول الاتحاد الاوروبي طلعت بيان ضد مصر وجهته لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحده. خاصه بانتهاكات كما وصفوها انتهاكات ما بعد 30 يونيو في وتم استدعاء. هل الخبر ده صحيح ولا بدليل؟ لا صحيح بدليل صحيح؟ هو العدد ممكن اللي يكون مختلف عليه، بدليل ان القاهره من يومين وزاره الخارجيه استدعت 19 سفير لدول تبع الاتحاد الاوروبي يعني عشان تستنكر حاجه زي كده، ان يعني ازاي احنا بنوضح الموقف طول الوقت وانتم بتطلعوا بيان زي ده. فالخبر صحيح وترتب عليه تحرك لوزاره الخارجيه، وده يمكن كان حدث يعني فريد من نوعه، ان احنا بنستدعي 19 سفير يعني مره واحده لابلاغهم اعتراضنا على مثل هذه التقارير. طب خلينا نشوف اخبار المصريين المحتجزين في طرابلس بليبيا، و ايه الهجمه اللي ضد المصريين؟ مش هجمه ضد المصريين، يعني خلينا بس ايه، اصل احنا مشكلتنا ان احنا في عندنا فوبيا. 60 مصري احتجزوا. لا معلش يعني هقول لك، لا القتل استهدف فيها على الهويه معلش يعني. لا القتل على الهويه والقتل وما الى ذلك ده بيستهدف الجميع. في بعض الناس اللي فسروا ما يحدث في ليبيا انه ضغط من الجماعات الارهابيه هناك، علشان لما خوف المصريين العدد كبير هناك جدا فبرجعهم هنا فبعمل ازمه اقتصاديه، لان هم هيوقفوا عمله صعبه وفي نفس الوقت هيجوا يدوروا على شغل. يعني متواطئين مع جماعات. في تفسيرات يعني انت عارفه قدام في ناس بيقول لك لا ده الحكايه دي بتستهدف الكل، بدليل ان في ناس انجليز ماتوا وفي كذا والكلام ده كله، وان العمليات اللي بتحصل دي ضد الكل، واحيانا بيتخطف ناس علشان عشان فديه تمام. الحكايه باختصار القبض على 60 مصري، القبض على 60 مصري كان ممكن يكون حدث عادي جدا وممكن يحصل في اي دوله. مين اللي قبض عليهم؟ ما هو ده هنتكلم في دي. المشكله الاساسيه دايما ده على فكره ممكن في السعوديه، ممكن في اي مكان يحصل على اساس التحقق من الـ 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 الاوراق بتاعتهم وهل هي اوراق سليمه والكلام ده ولا لا. اللي حصل طبعا حوادث القتل السابقه واشهرها حوادث قتل الاقباط عملت فوبيا عند الناس. فالخبر على فكره لو تابعتيه في التلفزيونات هتلاقيه كالتالي: عناصر ترتدي ازياء عسكريه تقبض على 70 بتاع ده 70 مصري خلاص كده. شويه عناصر ترتدي ملابس عسكريه ونفس الرقم وتقودهم الى مركز زي ما تقولي مركز تابع للشرطه او حاجه زي كده. معنى كده ان ابتدت اصلا لو خاطف مش هوديهم شرطه. ايوه بالظبط. وبعدين ابتدت الملامح تتضح ان هم قبضوا عليهم فعلا، هم كانوا 60 علشان التحقق من اوراق الهويه بتاعتهم والاوراق يعني مش اختطاف. فاللي حصل اللي حصل إيه؟ لا ما هو ده ما هو لا ما على طول يعني في الخارجيه على طول لما اكتشفت او لما حققت الموضوع طلعت ان هو ده مش اختطاف، ده فكره ان هو فكره فعلا الفوبيا، انت ناس لسه مقتولين فانت ما تعرفيش الحكايه، والاوضاع في ليبيا متدهوره جدا متدهورة. انت بتلاقي ناس لابسين زي عسكري وبيعملوا اللي هم عايزينه. طبعا النتيجه عشان ما اخدش وقت في دي، تم الافراج عن 21 واحد من المقبوض عليهم او اللي هم المحتجزين، لان الاوراق بتاعتهم كانت سليمه، و39 الباقيين اوراقهم خدتها السفاره والحكومه الليبيه ادتهم مهله عشان يظبطوا الاوضاع. تمام. خلينا نشوف بقى المعركه الانتخابيه، بدء الهجوم ضد صباحي وبلاغات تتهم بالتحريض ضد النشطاء. في بعض الناس انهي نشطاء؟ في بعض الناس مصممين ان هم يقلبوا
الانتخابات الاستفتاء. ودي خطوره الموقف، لان احنا بقى في ضيق افق، وفي في ناس فعلا مش عارفين البلد دي مستقبلها المفروض يكون عامل ازاي. عايزين معركه انتخابيه تبقى معركه انتخابيه بجد. وبالتالي فاي حد الفريق سامع عنان لما ابتدى كان بيقول انه او مصادر محيطه بيه قالت انه هيترشح، شوف الهجوم اللي ايه اللي طلع عليه. اللي هو من سنه ونص ما كانش حد يقدر يقول الهجوم ده او يتكلم فيه. مش علشان انا هنا مش بتكلم على فكره السطوه وعدم السطوه، انا بتكلم على فكره ازاي واحد يتحول من وطني الى عدو الوطن، ودي بقت حاجه كبيره في الفتره الاخيره. نشطاء بس عشان النشطاء هتلاقي اسماء غير معروفه بالمره. تمام. الحكايه باختصار انا مش يعني في اهم من كده، هو التيار الشعبي اللي هو بيقوده حمدين صباحي هو اصلا لا ما انا بقول لك هو علشان كده هو مين اللي بيهاجم حمدين صباحي على فكره؟ الدعوه السلفيه طالع منها حد بيقول ان احنا مش معترفين بيه وان ما ينفعش وان هو كان مختفي في الاحداث اللي كل واحد حر. لا انا بقول لحضرتك يعني هنا في انا بتكلم على مين الاتجاهات اللي بتهاجم. فهو انت عندك الخبر ده جاي منين؟ من الوطن. مصدرين من الدعوة السلفية هم بيهاجموا، وفي نشطاء أنا لما قريتهم يعني أزعم إن أنا على معرفة ببعض بأسماء النشطاء المعروفين. فما فيش حد فيهم يعني مش اسم معروف. الأهم من ده إن الأخبار انفرضت بحاجة هنشوف هتبقى يعني إن المشير السيسي هيتقدم باستقالته بعد غد الثلاثاء. لا معلش لا 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 معلش لسبب، لان هنا العمليه ابتدت خلاص يعني النهارده اللجنه العليا للانتخابات هتوقع او هتستقر على اللائحه التنفيذيه بتاعتها، ويوم الاربعاء هتبتدي تعمل اجتماع مهم تعمل بقى فيه المواعيد تحدد التوقيتات اللي هي فكره بقى فتح الباب والكلام ده. وفي اتجاه لانها بدل ما يبقى من اول الاعلان لحد اعلان النتيجه تبقى 75 يوم قالوا لا ممكن تبقى 60، فبيحاولوا يعني في هنا ابتدينا في اجراءات الحقيقيه والاجراءات الحقيقيه خلاص ما فيش فيها هزار. تمام. وبالتالي فيبقى في يوم الثلاث حسب ما قالوا ان هي هتبقى في استقاله، ويوم الاربعاء في كلمه للشعب. بس هيسبق الاستقاله طبعا او الاحاله للتقاعد، ان هو في فرقين في فرق هنا هيبقى في اجتماع علشان تحديد اسم رئيس الوزراء الجديد ورئيس الاركان. عايزه بس تعليق سريع جدا على اعتراض الازهر لم يمنع وصول فيلم نوح الى الجماهير، يعني ايه؟ والله يعني هيعرض ولا مش هيعرض؟ لا هو طبعا هو انت عارفه اول ما تقولي ممنوع الناس كلها بتبقى عايزه تتفرج عليه وبيتفرجوا وبيتفرجوا. انت عندك دلوقتي لو دخلتي على اليوتيوب مش هتتفرجي، هو ده اللي حاصل. بالنسبه لمنتديات السينما اللي هي العاديه اللي موجوده، المراكز الثقافيه كله بيعرض. خلاص. وبعدين على فكره الازهر والكنيسه اعترضوا قبل كده على الافلام وتعرضت عرض جماهيري. يعني لم يمنع من وصول الجماهير دي، لا ملهاش بطرقها يعني. تمام. وبعدين على فكره الازهر لا يزال على موقفه، هو الازهر لا يزال على موقفه، بس انا شايف بس ان احنا ندي اولويه لبعض القضايا الاهم، لان مش ده اللي هيسيء للاسلام. ادي الموقف وبس، ما نعملش منها معركه علشان بس الامور تبقى واضحه، ما نعملش معركه بدون داعي. ادي موقفك ان انت تقول رايك وخلاص. هو نظريه معروفه جدا يجب ان يلتفت اليها الجميع بلا استثناء، ان المنع ومحاولات العرقله واعاقه الاعلام والفن الحقيقه بتعمل اثر عكسي تماما، وكلنا شايفين ايه اللي بيحصل. يعني لما حاجه بتتمنع ولا حاجه بتتعطل ولا بتتعرقل الناس بتشوفها اكتر. في ناس كتير بيبقى دعايه في ناس الحقيقه كتير ما كانتش تعرف محمد محسن، راحوا دوروا عليه اول امبارح علشان يشوفوا مين ده اللي اتمنع من الغناء لاسباب امنيه. بالظبط. يعني بالظبط. يعني دي نظريه معروفه جدا يعني. ونبقى يعني اذكياء في التعامل مع مثل هذه القضايا. انا بشكر حضرتك جدا الصحفي الاستاذ ايهاب الحضري، بشكرك على متابعته قراءه صحافه اليوم. انا متشكر لك. شكرا. فقراتنا لسه متواصله معاكم، وراجعين بس بعد الفاصل.